أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. Thank you.
والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ليحبطن ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولتكونن من الخاسرين.
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وما يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. سبحانه
سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور لنا ولكم إن شاء الله. شكرا. الشيخ عبد الباسط عليه رحمة الله كان عملاقا. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ونفخ في الصور ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور
بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين صلى على علي صلى الله على علي صلى الله على علي صلى الله على علي ما شاء الله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء هذا ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم
ربكم وينذرونكم. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله.
رب العالمين. اللهم امين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش من حول العرش يسبح من حول العرش يسبحون بحمد ربهم من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميد تنزيل الكتاب من الله العزيز وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله
شديد العقاب ذي الطول لا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فيعطيك ربك فترضى أسأل الله قبول لنا ولكم أسأل الله قبول لنا ولكم شكرا لنا تقبل منا إن شاء الله شكرا لنا تقبل إن شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى أحسنت
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا رب هذا البيت الذي أطعمهم رب هذا البيت الذي
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.